هاتوا قرات آيات من القرآن الكريم. تفضل. قلنا هنختم بها الحلقة اللي فاتت وانت نسينا عم ثامر. الله يسعدك. يلا. بسم الله. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أحسن. طيب الله الأنفاس. ما شاء الله عليك. آية الكرسي هي أعظم آية في القرآن الكريم. طبعاً. تحتوي على أسماء الله عز وجل وصفاته. تباركت أسماءه وتقدست وجل في علاه. ولها فضل. مين يذكر من قرأها بعد كل صلاة أو توفى الله بعد ما قرأها دخل الجنة. أيضا يقال الحافظة. والحافظة. الحافظة. يقال الحافظة. نعم. تقال في الصباح وفي المساء. الله يحفظنا ويحفظكم. جزاك الله خير يا إبراهيم. الله يسعد أبو. والله بمثل هذه الآيات تطيب الأنفاس ويعني تزكى هذه الأصوات الجميلة.